اللي ده يا ماما وانا طالع رحله ولا ايه؟ هو ده بس، خليه معاكي بس كده كفايه قوي. اللي ذاكر ذاكر بقى. بس بقى مش عايز اسمع صوت حد، انا ما حدش حاسس بيا، انا هفكر في الانتحار. اعوذ بالله. هو ده الكلام، الانتحار هو الحل. انا مش هنتحر، انا هفكر بس. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يا ابن نرتد ونرجع على طول ان شاء الله، مش عايز لخبطه. وبصي ونلعب السهل، هتاكلوا منين بالمره عشان ما ننزلش ونرجع. من سبعة فول، سبعة فول للرجاله. كوره خطيره، صلاح صلاح هيمارس كوره خطيره. انها بيكا ايضا. اول لمسه واول تمريره من صلاح. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ في كده يا جدعان؟ انا عمري ما شفت كده. والكره نبي كايتا ارنولد تالي يونايتد. ايه في ايه؟ طرفيه قاعده طرفيه. دقيقه من ليفربول متق يو يو الثالث الثالث السبع. ايش مع اللحظه؟ اقول لك مسا مسا رؤوف، تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف، مسا مسا ابراهيم، مسا مسا. ايوه كده، قول لي مبروك. الف مبروك عليك. كفاح يا صلاح، حتى لا اقول عنك بانك مجرم كره. و ايه طالما انا في العمليه يبقى خلاص. ما هي خلاص فعلا. فورد يصنع فريق ليفربول. اوبا با با با. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي، ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الوالة، ابوس ايدك فك الوالة. لا يا اخويا مش هفك الوالة. صلاح يا سولشار. انا حمار، انا حمار وغبي، الحمد لله رب العالمين. الاثنين حمار وغبي. ثلاثيه تاريخيه صلاح. بابا بابا بابا. الف سلام عليك، الف سلام عليك من الحرقان يا حماده حبيبي. انت كويس؟ انا عايزك تفوق كده يا عم وما تتدلعش. هاتريك. لا انا زهقت بصراحه، لا انا زهقت، انا مالي، انا هطلع فاصل. جيل التاريخ بيحرق من ذهب يا صلاح. انت يا ابني كل المطلوب منك انك تقف هنا ورا الجول، لما الكره تخرج بره انت تنولها لهم على طول وبس. ارحم المان يا صلاح، ارحم. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. الخامس لصالح ليفربول. كان لازم اعيش اللحظه دي يا عم نور. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للفيديو، واوعى تنسى تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك.